الإناثة خلقت لأصحابها، خلقت لأصحاب الحاجة. شيء جراء ما يحدث في سوريا فلم يدمر بها بيت واحد ولم يسقط بها جنة. كلفة هذا المشروع، ما بدي أعرض أشو الدراسي وأشو كذا، كلفة هذا المشروع من عمال ومازوط وديزل يعني وزيت المولدات والى اخره، تغيير فلاتر والى صيانه الشبكه والى اخره، كلفته شهريا حوالي 14700 دولار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. افتتاح المجمع طبعا الجيش كان موجود مناطق قريبه.